ضيف حلقتنا النهارده جدع وابن بلد، صاحب نظريه ما بتتغيرش مع الظروف، صاحب نظريه الفيل في المنديل، ضيفنا الفنان طلعت زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا طلعت. دخلت اهو. لا اله الا الله. في ايه يا اخوانا؟ انت هنا في مملكتي عندي قوانين لازم تلتزم بيها. ماشي، ربنا يسهل. وشروط تنفذها مباشرة. أول شرط عندي هتمشي في ممر لحد ما توصل عندي. إيه رأيك في المكان؟ المكان مخيف قوي يعني، أنا ما بس ظريف يعني، ربنا يستر. أنت بتخاف من الأماكن الضلمة؟ في حد ما بيخافش من الضلمة؟ طبعا بخاف من الضلمة، أنا شايف طشاش كده قدامي. هيرحب بيك ناس من سكان المكان، هيرحبوا بيك بطريقتهم، هيدولك رسائل ياريت تحتفظ بيها لحد ما توصل عندي وتديها لي. ايه اكتر حاجه بيخاف منها طلعت زكريا؟ الضلمه طبعا، ده لما النور بيقطع شويه الدنيا ببقى مرعوب. اهو في واحد طالع، اهو واحد طالع يا جماعه، ده في بقى دم في بقه، ده مصاص دماء ده ولا ايه؟ مساء الخير. اهو رحب. اهو بقيت بتخاف من بكره؟ مش قوي يعني، مش قوي، ما بخافش من بكره قوي يعني، لان انا مؤمن، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. شفت ان مستقبل ولادك مع التمثيل هيكون احسن؟ مستقبل ولادي مع المغاره دي ازاي هيبقى ايه يعني؟ مستقبل هيبقى مظلم. بصي، هم بحكم ان هم طبعا اتربوا في بيئه كلها لوكيشنات واستوديوهات، فورثوا الحكايه دي جينات يعني فيهم، فانا مش بوقفهم، انا بشجعهم. اخد من الهيكل العظمي ده. يا مساء الخير يا حاج، شاكرين، اقعد بالعافيه. ايه اخبار الكافيه بتاعك؟ الحمد لله، اي مشروع تجاري في نية سليمة خالصة لله أكيد بيكسب، طالما في حاجات بتنور وفي جماجم أكمل ولا إيه؟ ولا في مقلب هتعملوه؟ ترحيب بالجماجم، أنا حاسس إن في مقلب، في حد هيطلع لي من أي حتة، لو في مقلب همشي ولو إني مش عارف هطلع منين. حسيت بحب الناس ليك أيام مرضك؟ آه والله بجد، يعني فعلا عايز أقول لك الناس، مش الفنانين، سيبك من الفنانين خليهم على جنب، يعني كان من اصغر فنان لغايه الزعيم عادل امام كانوا بيجوا لي وبيتابعوا حالتي. تعالى كده شويه. بعدين بقى لما سافرت باريس اتعالج، كانت الجاليه العربيه اللي موجوده في باريس كلهم كانوا بيجوا لي زياره في المستشفى، وكانوا بيدعوا لي في الجوامع هناك، فعرفت قد ايه ان اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه الناس يعني. ودلوقتي دلوقتي في ايد نازله مقطوعه، مش في ايد شايله رساله مقطوعه، دي ايد ملهاش تكمله. دي ماسكه الايد دي صاحيه ولا ايه؟ اللي ماسكه فيها جامد الايد. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة يا حلوة. اطلعي بقى، اطلعي. ادخل شمال. شمال كده؟ ماشي. تمام كده؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله بعد رحلة عناء. الحمد لله. أهلا يا أستاذ طلعت. أهلا بيك. اتفضل. فين المقلب بقى؟ لا مفيش مقلب. لا أنا حاسس إن في مقلب. لا أنا اللي حسيت إنك متوتر طول الطريق. المغارة دي؟ والاشباح والعفاريت اللي بتطلع دي يبقى في حاجه. لا ده دول سكان المكان اللي بيرحبوا بيك. والله العظيم سلام وقول من رب رحيم. يلا زي بعض. ايه رايك في الترحيب؟ لا والله ترحيب جديد من نوعه. يعني الناس بتقابل الناس بابتسامه، دي اشباح وناس نازله من فوق وحاجات ورسائل. فتجربه هنشوف ان شاء الله. طب هنسيبك تريح شويه من الترحيب بتاعنا ونطلع فاصل. اتفضلي.
طلعت زكريا، وانت جاي سكان المكان رحبوا بيك ودولك رسائل عشان توصلها لي. هي فين؟ ما هي في ايدي. اوكي. انا حتى كنت محتاره اديها لمين، كنت اخدها معايا البيت. لا تمام. ايه رايك؟ انت تعرف الرسائل دي فيها ايه؟ لا ما فتحتهاش، يعني عفاريت اللي مديناها لي افتحها ازاي؟ دي حكم وامثال. حكم وامثال. انت بتحب الحكم والامثال؟ يعني ماشي شغال. طيب انا عايز اعرف ايه اكتر حكمه بتؤمن بيها؟ على قد لحافك مد رجليك. يعني انت على قد لحافك بتمد رجليك؟ اكيد، يعني لو لحافي قصير هرجع رجلي لورا عشان يغطيني. لو لحافي طويل بقى همد رجلي واعيش. ايه التناقضات اللي في طلعت زكريا؟ لا ما هياش متناقضات شخصيه، يعني انا ما عنديش تناقضات كتيره يعني، ولكن ممكن يبقى في تناقضات شكليه. مره اطول شعري، مره اقصره، مره يعني على حسب المود. ماله الكنزي للنزهي؟ الكنزي ده اللي هو بيكنز الفلوس. هو بيستفادش بيها في حاجه، هو فرحان بيها شايفها قدامه كده ويضحك لها ويطبطب عليها كل يوم. ما بيصرفش. بيجي بقى واحد نزيه بتبقى الفلوس دي بقى من قسمته. هو بقى ينزل نفسه ويروق نفسه. تمام. طالما الكنزي مش عايز يصرف. طيب طلعت زكريا كنزي ولا نزهي؟ الاثنين. الاثنين؟ كنزي ونزهي. دايما الانسان يكون كنزي او نزهي. هقول لك انا كنزي ونزهي ازاي. كنزي لما يبقى مفيش فلوس. في مبلغ صغير ابقى كنزي جدا عليه. واخده بالك؟ تمام. عشان يمشيني. نزهي بقى لما يبقى فيه فلوس كتير. خدي عندك نزاهه بقى، قولي للصبح اي حاجه حلوه ممكن تتعمل في النزاهه. فانا الاثنين كنزي ونزهي. كنزي بس مش معايا فلوس كتير. كنزي لما يبقى شويه صغيرين. نزهي لما يبقى فيه كتير. هات بقى عربيات، هات حركات، دلع نفسك يعني. انا سمعت من بعد الازمه الصحيه اللي انت تعرضت لها ان طلعت زكريا بقى كنزي قوي. يعني ده بعد ما اي انسان بيمر بازمه صحيه بيعرف ان الفلوس دي ملهاش اي قيمه. اهم حاجه صحته. يعني انا اللي حصل معايا بالعكس، يعني جايز قبل العيه كنت بهتم شويه. انما بعد العيه ما بقتش تفرق. في فلوس اهم حاجه الصحه، طالما موجوده اهم من كل فلوس في الدنيا. ما محبه الا بعد عداوه. ايه رايك؟ محبه الا بعد عداوه حلوه. طبعا. يعني ممكن المحبه تيجي بعد العداوه؟ طبعا. حصلت معاك؟ في ناس كتير كان بيني وبينهم لبس. بمجرد ان احنا قعدنا نتعاتب حبينا بعض. منهم؟ ها؟ منهم؟ ناس كتير سواء من الفنانين او من بره الفنانين يعني. فعلا بجد ما محبه الا بعد عداوه. ممكن حد يكون عدوك جدا. ولما تقعدي معاه وتعرفي وجهه نظره وتناقشيه تحبيه جدا اكتر من الاول. ده اكيد. طيب طلعت زكريا له اعداء كتير؟ ما اعتقدش. لا والله ما اعتقدش، بس ليا نقاد كتير قوي. يعني عندي ناس نقاد بيفرموني يعني. وانا برحب بالنقد ما بزعلش منه يعني. بس اعداء اعداء؟ ما اعتقدش ان في اعداء. الحمد لله. انت حريص في التعامل مع الناس؟ بالعكس. ده انا بطبيعتي جدا مع كل الناس. ولا بعرف ازوق كلام، ولا بعرف اعامل حد وحش. بعامل كل الناس بشكل كويس. وحتى انا بيتقال عليا ان انا اهلهلي، يعني اللي في قلبي على لساني. ما بكلم الناس بطبيعتي وبتلقائيه. يسموا ده بقى اجاده او عدم اجاده، المهم ان انا طبيعتي هي اللي بتتكلم. يعني تلقائيتك عملت لك مشاكل كتير؟ دايما التلقائيه بتعمل مشاكل كتير. ودايما الصراحه بتزعل ناس كتير. من فات قديمه تاه. طلعت زكريا فات قديمه؟ لا ما فوتش قديمي خالص. قديمه موجود، حتى هدومي القديمه عندي. يعني حتى الهدوم القديمه ما بتصرفش فيها. يا جميل. لا لا، انا حياتي ماشيه زي ما هي. يمكن متغيرات شكليه بس. انما طبيعتي وعلاقاتي بالناس هي هي من قديمه زي ما بيقولوا، ما اتغيرتش. يعني انا ليا عندي اصحاب من ايام ابتدائي، وعندي اصحاب من ايام اعدادي. لسه كل الصداقات دي موجوده وقائمه. لسه بتعرفهم لحد دلوقتي؟ طبعا. علاقتي باهلي في اسكندريه، علاقتي بجيراني. ولسه بتروح اسكندريه ولا في حد ما بيروحش اسكندريه؟ هاتي لي حد ما بيروحش اسكندريه. اسكندريه دي عروس البحر الابيض. ومدينه جميله وهاديه ولذيذه، فكلنا بنروح اسكندريه. ما بال بقى بتروح تقعد على القهوه زي زمان؟ كل الطقوس بتاعت زمان. بس بقى مع الفارق بين زمان ودلوقتي. حته بقى ايه، ان الواحد بقى معروف شويه، فالناس الاول كان الواحد صايع، بمعنى كلمه صايع، يقعد على اي قهوه
وما يموش. وبتقف على النص يتعاكس برضو؟ تفتكر لغاية دلوقتي هقف عاكس؟ أنا بتعاكس دلوقتي. يعني أنا اللي بتعاكس، إنما زمان كنت بقف عاكس. بتتعاكس إزاي؟ بتعاكس يعني يا أختي. يعني بيقولوا لك إيه؟ يا أختي أمور، يا أختي ممثل، يا أختي دمه خفيف، الحاجات دي أنا بتعاكس. طب أنت بقى كنت بتعاكس إزاي؟ ده زمان بقى. آه لا، المعاكسة بتاعت زمان ده موضوع تاني. إزاي؟ لما كنت تقف كده على الناصية كنت بتعاكس إزاي؟ بص، أنا ما كنتش بقول كلام يضايق. انا كنت بقول كلام حلو. يعني بتقول يا تخينه يا رفيعه كده، حمشي ورا واحده والله يا تخينه يا رفيعه. لا، لا انا ببقى ماشي وراها. طب كنت بتقول ايه؟ بقول في سري، ما بقولهاش هي. يعني بقول يا رب السناره تلقط، يا رب خليك جنبي، دي حلوه، دي جامده، حاجات بقولها لنفسي كده. لقطت لقطت، ما لقطتش بشوف غيرها على طول. بتشوف غيرها. بشوف. لا جميل. بتلف وترجع تاني. بلف وارجع الامه تاني. اه. مش الناصيه بقى، في اسكندريه الامه. واخبار سعيد حركات ايه؟ لسه بتشوفه؟ سعيد حركات ده الشخصيه اللي انا عملتها. في الفيلم المشؤوم. ايوه. انا بسميه الفيلم المشؤوم. لانه نزل المنتج نزله في وقت قاسي جدا. بعد الثوره باربع شهور كده. فالناس ما كانتش مؤهله انها تتفرج على فيلم. فقعد شهر في السينمات واتشال. مش الشخصيه دي كانت يعني حقيقيه في حياتك؟ دي شخصيه واحد فكهاني كان صاحبي في اسكندريه، كنت بروح اقعد عنده. فهو كان نفسه يبقى جاسوس. جاسوس؟ مش جاسوس لاسرائيل، يبقى جاسوس لمصر جوه اسرائيل. يعني هو نفسه يبقى رأفت الهجان. او جمعه الشوان. حاجه كده يعني. وبالفعل عمل تجربة وحاول يروح المخابرات ويقول لهم اشتغل معاكم، اتهموه بالعبط وبتاع. فانا خدت السكة دي وكملت عليها احداث الفيلم، ان هو عمل عملية في اسرائيل ونجح فيها فعلا. ده كان سعيد اللي هو الفكهاني، وكنا مسمينه سعيد حركات. لانه هو كان حياته كلها حركات ومواقف وكده. فخدت منه الشخصية دي عملتها في الفيلم. واضح ان لسه عندنا اثار كتير مع طلعت، بس بعد الفاصل. طلعت زكريا بتاع افلام كوميديا وبس، مش بتاع افلام بتقدم رسالة، ايه رأيك؟ ما هو في ناس قبلنا قدموا رسالات، خدوا ايه؟ خلينا اكون صريح معاكي. يعني ايه بمعنى؟ يعني عايز اقول لك على حاجه، في اوروبا وامريكا افلام كوميديه بتتعمل الهدف منها الضحك للضحك فقط. احنا يا ويلنا لو عملنا فيلم كوميدي ما فيهوش مضمون. النقاد يهجموا علينا هجوم شرس. اين المضمون؟ اين القيم الاخلاقيه اللي انت بتطرحها في الفيلم؟ انا ما بعملش الكلام ده، انا بعمل فيلم كوميدي عشان اضحكك ساعه ونص. ولو ما ضحكتيش بتقولي على الفيلم فاشل. اكيد. هو انا بقى مطلوب مني اعمل فيلم كوميدي في مضمون وفي هدف وفي رساله ساميه ورساله اخلاقيه، والمؤلف يقعد يعمل لي كل ده؟ مش هيطلع فيلم كوميدي. لازم نتاكد ان الفيلم الكوميدي الهدف منه هو الضحك فقط. اللي عايز بقى يشوف افلام فيها مضمون وفيها رساله يروح يتفرج في افلام تانية بتعمل له المضمون وبتعمل له الهدف وبتعمل له رساله. احنا ككوميديانات بنعمل فيلم كوميدي الهدف منه ان انا اضحك حضرتك واضحك الساده المشاهدين، وفي الوقت ده يقولوا عليا نجحت. محدش بيطلع يقول لي انت ما عملتش هدف ليه في الفيلم. يعني انا عملت فيلم اسمه عاعه وتفاحه. اكيد. ايه الهدف؟ بصراحه عايز حد يقول لي ايه الهدف. يعني انت هدفك الضحك وبس، ولكن الناس معجبه جدا بالفيلم ده، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. ما حدش قال لي انت تقصد ايه بحاعه وتفاحه؟ ايه الهدف في الموضوع؟ لا. لا، انا بعمل قصه ولد وبنت اخوات بيتنازعوا على شقه. موضوع بيحصل في كل عيله في مصر. اكيد. وفي الوطن العربي. المؤلف طلعت زكريا بيفكر في ايه دلوقتي؟ بص، انا هقول لك حاجه، انت الوحيده اللي هقولها لك، لان انا ارتحت لك بصراحه يعني. وانت تاخدي السبق ده اول واحده يعني. يا ريت. انا بعمل انا بعمل اول فيلم رعب كوميدي. رعب؟ اول فيلم رعب كوميدي. كوميدي. انت خدت الفكره مننا ولا ايه؟ ليه، انتوا كنتوا عايزين تعملوها فين؟ عشان احنا برنامج يعني رعب. لا، انا عندي رعب مش زي ده. امال انا إيه؟ رعب مختلف خالص. مش هقول، لان افلام الرعب ما تتقالش عشان ما تتحرقش.
بس ده هيبقى يعني اول. يعني انت جريء مش بتخاف؟ ده بخاف جدا. طب ازاي بتخاف وازاي تعمل فيلم رعب؟ لاني همثل ان انا بعمل فيلم رعب، مش حياتي، مش هبقى مرعب انا في الحياه. ده دوري ان انا بعمل رعب. بس في فرق بين الرعب اللي بجد والرعب الكوميدي. طلعت زكريا بيألف لنفسه علشان ما فيش حد بيكتب له؟ بص انا كل المؤلفين اصدقائي جدا. كل مؤلفين السينما بدايه من اصغر حد لغايه يوسف معاطي اكبر، انا بعتبر ان يوسف اكبر سيناريست تمام بيكتب دلوقتي، كلهم اصدقائي. ولكن حاحه وتفاحه ما كانش تاليفي. قصه الحي الشعبي ما كانش تاليفي. طباخ الرئيس ما كانش تاليفي. هو اللي كان تاليفي سعيد حركات. بالنسبه لطباخ الرئيس، انا سمعت انك بتعمل برنامج طبخ. انت بتطبخ كويس؟ بصي انا علاقتي بالطبيخ زي ميكانيكا السيارات. ازاي؟ ما بفهمش حاجه خالص. ميكانيكا السيارات؟ يعني طب ايه اللي جاب الطبخ للميكانيكا؟ يعني ما بفهمش فيه حاجه خالص. يعني انا لو عربيتي عجلت مش هقدر اصلحها، بسيبها واخد تاكسي. علاقتي بالطبيخ نفس الحكايه. لما عملت طباخ الرئيس ما اتعلمتش طبيخ. انا عملت شخصيه الطباخ بس، ولكن اللي كان بيطبخ حد تاني. طب برنامج المطبخ مين اللي هيطبخ؟ برضه مش انا. البرنامج اللي عملته اللي عملته المطبخ اسمه طبخه وضحكه. ان انا بستضيف حد وبنقعد وانا لابس شيف. وبنقعد نهرج، بنعمل اكلات معينه تهريج انا بعمله. يعني برضه في كوميديا؟ في كوميديا طبعا. اللي هو وفاهم الضيف ليه سموها ام علي. ام علي اللي بنطبخها دي. ليه اسمها ام علي؟ ليه؟ عشان بقى بعمل له قصه كده كوميديه. ان علي خرج مره وقعدت تنادي عليه فضربته عربيه، قصه عشان سموها ام علي. وفي النهايه ما بعرفش اعمل له ام علي، بعملها له اي حاجه. وبطلب منه ان هو يقول ان الاكله دي حلوه عشان شكلي يبقى حلو في بس البرنامج. دي طبعا قصه مش موجوده. قصه ام علي؟ لا ما حدش يعرف قصه ام علي دي خالص. لا هي مش موجوده اساسا. ما هي ملهاش قصه. اكله اسمها ام علي، ليه سموها ام علي مش فاهمين. ايوه. بس هي اسمها ام علي. وبجيب الضيف وبقنعه ان الاكله دي حلوه، وفي النهايه بجيب شيف بجد بيعمل له الاكله دي بجد عشان الناس تتعلم طريقه عملها. دي فكره البرنامج اللي انا عملته. لا جميل بجد. طيب وطلعت؟ طلعت اهو. ايوه. بتعمل ايه تاني؟ بعمل ايه تاني في ايه؟ يعني بتعمل ايه تاني غير الطبخ، غير التمثيل يعني؟ بفكر اشغل سواق تاكسي. سواق تاكس؟ اشمعنى؟ بحب المهنه دي قوي. ليه؟ والله يعني انا في فتره من فترات كده لما اما بعض الناس قالوا طلع زكريا يقعد في بيته عشان تصريحاته عن الثوره وعن الرئيس وكده. اول حاجه قلت خلاص انا مش مولود فوق معلقه ذهب. انا مش مولود ممثل، انا مولود بني ادم. فممكن اشتغل سواق تاكس، وممكن اشتغل على عربيه سندوتشات، ممكن اشتغل كل الشغلانات ما يهمنيش. فممكن اشتغل سواق تاكسي. انا بحب الشغلانه دي جدا. راجل في الشارع. حياته في الشارع على طول، من هنا من هنا من الدق للمهندسين لمصر الجديده. وبيستمتع وبيقابل انماط كتير اكيد. بس اهم حاجه يدوا له فلوس، لان احنا دلوقتي بقينا بنعاكس مع كل حاجه. اكيد. طب انت اشتغلت حاجه يعني حاجه تانية غير التمثيل؟ اشتغلت كتير. ايه؟ اشتغلت بيع جرايد. بيع جرايد؟ وانا كنت طالب في معهد التمثيل. يعني انا ابويا كان بيبعت لي 30 جنيه في الشهر. فكنت بشرب بيهم سجاير. بتشرب ب 30 جنيه كل يوم سجاير؟ سجاير. لاني بشرب سجاير كتير قوي. فاضل ان انا اصرف بقى، فلازم اشتغل. فايه هشتغل ايه وانا بدرس؟ الجمهوريه كانت بتنزل بالليل 20 جورنال تحت باطي وعلى العربيات في شارع الهرم. اللي بيدي ربع جنيه واللي بيدي النص واللي بيدي الجنيه. بترزق يعني. كان بيدخل لك فلوس كتير. بترزق. يعني ربنا بيكرم. واشتغلت سواق. سواق برضه بس مش تاكسي. امال سواق ايه؟ على عربيه ملاكي. ازاي؟ واحد كان طالب سواق يسوق له على عربيته الملاكي. فروحت طبعا، كان اول مره اسوق عربيه اوتوماتيك. فبدل ما اجيب الفتيس عديه، رحت جايبه على الار مارشدير. وهو واقف ورايا، رحت خبطه. فطبعا دي شغلانه قعدت فيها يومين. واشتغلت بتاع. طب كويس انك قعدت يومين بس. يومين بس يا راجل، طبعا اصيب بعد الحادثه. اكيد طبعا. واشتغلت في محل تحف، بنظف تحف من تراب. كل يوم كان في تحفه بعيد عنك تقع نصين، بلاوي يعني. لسه طلع زكريا بيفكر في حارس الرئيس؟ لما يجي الرئيس احنا مستنيين.
ما هو لو جه رئيس عنده شويه عيوب هنعمل له فيلم زي طباخ الرئيس، حارس الرئيس. لو جه رئيس ماشي بما يرضي الله مش هنعمل له افلام، احنا هنقول له شكرا. لان طباخ الرئيس ده احنا عملناه في انتقاد للوضع اللي كان حاصل قبل الثوره. تمام. ومع ذلك انا بتهم بان انا ضد الثوره، مع ان انا عامل فيلم في كل طلبات الثوره في طباخ الرئيس. واللي قالوا عليا ان انا بتاع اسات لميدان التحرير، انا اول واحد نزلت ميدان التحرير في فيلم طباخ الرئيس. اخر مشهد في الفيلم وانا قاعد في وسط ميدان التحرير، ايام ما كان ميدان التحرير فيه الخضره وفيه الورد وشكله جميل. دلوقتي بقى شكله بعيد عنك. طلعت زكريا نورتنا، ربنا يخليكي. همشي ولا لسه شويه؟ لا خلاص خلصنا، شكرا. والله خلاص. طب انا عايز اقعد شويه، في مشكله؟ عايز تقعد معانا؟ ما عنديش مشاكل. في ضيوف جايين بعد مني؟ لا ما فيش ضيوف. والله لو في صحابي ممكن نقعد مع بعض. تقعدوا مع بعض؟ خلاص ما فيش مشكله. منورنا على طول. انا اللي متشكر جدا ان انا كنت معاك. ميرسي.